كميات معتبرة من الأمطار تساقطت على الجلفة وضواحيها كانت كافية لأن تزرع الفرحة في أوساط الفلاحين ومربي المواشي الذين أنهكهم الجفاف. امبارح بدأ من الوحدات عن نهار لحد الساعة راه مازال يصب، خيرات الله يبارك. نسنا وربي ثاني إن شاء الله كش ما يجبنا في الأبار هذه وفي النعمة كش ما تستنفع الزوال تاعنا، عادها 6 شهور هي طول عف العلف. تقريبا العام راه ما صبش علينا من أول سما من أول صيف، أخير صيف اللي اليوم راه صب علينا هذا النوبة وراه صب الأرض ينفعها. ساهمت هذه الأمطار في خضرار الأراضي ما يجعل الكلاء يتوفر وتنخفض أسعاره. الناس راه ما طاقتش الاسعار تاع دوكا النخله راه دير 280 حتى 300 قيراش، كيما الشعير ذاك ما نحكوش عليه، الفرينه ما نحكوش عليها، معناتها الموار راه ما طاقش العلف، راه يطلب في ربي بان كي يصب المطر هكذا الموار راه يفرح باش النعمه تجيه. تساقط الامطار على الولايات السهبيه يكون سببا اخر في رفع سعر اللحوم الحمراء والمواشي. مع المطر تطلع الاسعار، يحبس المطر تهبط الاسعار. تهبط الاسعار، وبالنسبه لك تخزره بالنسبه للموال، الموال يقول لك راني خاسر، العلف ذوك راه المخالط داير 280، وعام هو يستنى في الخروف كيبيعوا بثلاثه يقول لك الشاري يقول لك راه قالي. تفاءل الفلاحون ومربي المواشي بالجلفه خيرا كبيرا بموسم الحصاد المقبل، فامطار افريل هي امطار الخير والبركه على سكان البوادي.